على أنفس بريس، أهلا بكم. سيطر رباعي المنتخب الوطني أشرف حكيمي، سفيان مرابط، ونيف أكرد وعز الدين أناحي على التشكيل المثالي لدور مجموعات كأس أمم أفريقيا الذي أعلن عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء أمس. وفي السياق ذاته نشر الكاف صورة لأليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي مؤكدا أنه الأفضل في دور مجموعات أمم أفريقيا. يواجه منتخب نيجيريا نظيره الكاميرون مساء يوم غد على الساعة 9 مساء في موقعة نارية، بين من حمل اللقب 3 مرات ومن رفعه 5 مرات ضمن افتتاح منافسات دور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.